مين؟ سراج. سهيرة؟ أنا معايا حد. الحقني يا سراج بيه. مالك يا أمينة؟ في إيه؟ خطفوا بنت أزهار. مين اللي خطفها؟ طايع؟ لا، طايع كان بيحميها من حرمي، كسروا باب بيتك عليا وخدوا البنت. باب بيتي؟ أنا اللي دخلتهم. غموا عينيا وحطوني في العربيه ورموني في الصحراء. الناس شافتني، هي اللي جابتني عندك في المستشفى. طب اهدي، خش اغسلي وشك. خش يعني. انا اسفه. اني خبيت طايع وامينه هنا من غير ما اقولك. انت كنت تعبان وانا كنت عايز ارد الجميل اللي انقذ لك حياتك. شهيرة، عارفه الهدايا كتير انت جبتها لي، والطرات اللي في عيد ميلادي، الحاجات الرومانسيه اللي انت بتحبيها، اهو الحركه دي بيهم كلهم. انت كده احسن زوجه في الدنيا. طبعا لو شهيرة بتاعت زمان بالخشب ده اتكسر، كان زمانك قدرتيني وطلعت عين امي.